نهار اللي كنتو جيتو كنتو جيتو تصوروا معانا، جات العصابه بديك الكليوكات ونزل منهم واحد بسيف. تما هي فين مشيتو عند الدائره ديال البوليس، هو شاف هكاك هرب بسيفو، طلعوا الطوموبيل تما وهربوا. حنا مشينا تبعناكم تما للدائره، هي عمرنا المحاضر ديالنا وداك الشيء، ملي عمرنا المحاضر داك الشيء ديالنا تنشكروكم بزاف، تنشكروكم بزاف حيت وقفتوا معانا بزاف. من بعد هذاك السيد اللي جا داك النهار هاز السيف جا عندنا للمحل، جا للمحل بموطورو، الموطور ديالو كبير، جا للمحل شديناه وعيطنا عليه الشرطه القضائيه، جات اعتقلوه، راه البارح بات واليوم وغدا عدو التقديم، راه من العصابه هذا. حنا تنتمناو العصابه كامله تدخل، وعمي عمي راه هو اللي هربهم وجا وخبيهم كاملين في هذيك الدار. ملي كانوا شي هضروا منا في داك، ملي كانوا شي هضروا راه كلهم مخبيين في هذيك الدار، راه عمي هو رئيس العصابه، راه هو اللي دار لي هادشي، هو السبب في هادشي كامل، حتى تضربت في راسي، هو السبب في هاد العذاب كامل، تكرفص لي على دارنا، وانا نعرفوا السبب علاش دار لينا هادشي هذا. انا داعي الله، هذاك هو الجزاء ديالي، هذاك هو خيري. تتلاقى معاه في الزنقه تلبس ليها راسها، معامله اللي نعاملها انا ماشي عاملاش ولدها، والله ولدها ما يعاملها بها، وراه واشر هادي، الله يبين فيك العلامه، الله يبينها فيك. انا راه ربي كبير، غادي انا يخلصني ونشي يخلصك، الله ياخذ فيك الحق. الاعتداء اللي تعرضنا ليه في الستاسيون اخويا، اعتداء لحالة لا يرشى لها ليها، لحالة لا، اش نقول لك، تكرفصوا علينا، هرسوا لنا الطوموبيل، حنا هربنا لواحد البيرو فيه الكاميرات الحمد لله. هو اللي بقينا تنشوفو في رزقنا تيتهرس قدامنا، هما عصابة بزاف، وجوج طوموبيلات بقاو بعاد، وطوموبيل وحدة، وعمي بيدو ولادو ومعاه عصابة اللي كانوا راكبين معاه في ديك الطوموبيل، هرسوا لنا الطوموبيل كاملة، وشر الصندوقة ديال الطوموبيل، جبد منا 10000 درهم، كنا هزينا معانا على قبل خشي، على قبل السبيطار للسويسي نديرو لها الراديو وداك الشي راك عارف، ودالنا 10000 درهم، ودالنا التليفون، والخوادرية مضروبة تتنزف في داك البيرو. شحال في عمرها؟ عمرها 6 سنين، وتنزف، وكاينين الكاميرات في داك البيرو، كاميرات ستاسيون كاملة فيها كاميرات كاملة. ومشاو هما بحالهم وجاو الدرك الملكي، جا منين جا الدرك الملكي دارك لابيلونس، مشى الوالد معاهم ومشات معاهم اختي الصغيره ومشى معاهم العائلة كامله، مشاو بقيت انا مع الطوموبيل، صوروا هما الطوموبيل، وكانوا هذوك جوج ناس خدامين في ستاسيون هدوهم، عمي اللي هددهم، يلا ما عادش بغاو يهضروا معاه، قال لي تشي نقطع لك راسك، واش فهمتي؟ الكاميرات راه كاينين وما يبينوا الحقيقة. منين جا لجودان شاف ديال لابريكاد قلت ليه رجع الكاميرات وغتشوف الحقيقة، أنا خفت على راسي، أنا ما داير والو، الطوموبيل مهرسة مدقدقة، قال لي غادي تشد الطوموبيل، تقطع الطوموبيل تشك وغادي تمشي قدام، تمشي ديك ديال الدرك الملكي قدامها، وأنت وطوموبيل هو ورايا وأنا وسطهم، انا وسطهم، واش فهمتي؟ وطلعنا من تما كاين من السوات لا تلعب حتى هنا البوزنيقه لا بريغاد، هما دايريني وسطهم، وصلت انا البوزنيقه كاين الدائره قريبه من حدا القيصريه، درت انا ديريكت للدائره، خفت على راسي، دخلت انا للدائره لداخل، قلت لهم ما نمشيش معاكم، بغيت نعرف راسي شنو داير. حنايا دابا مرتاحين حيت شد واحد من العصابه البارح اللي كان معاهم، شد كنحمد الله وكنشكرو حيت هاد الناس هادو وقفوا معانا ورجال الامن، وتشد واحد من العصابه وباقي العصابه الاخرين هو غادي يجبدهم في الكاينين. بالنسبه لهذيك البنت عليك منفوخه، بنت عمي اللي ما خاصنيش نقول هو اصلا عمي حيت ما يستاهلش، حيت العم راه في مقام الاب، كيقول بنا كتقول لنا الاب ديالي تهجم عليها هو الاخ ديالي ودار ليها وفعل ليها، عطينا اختي التوقيت، جيبي لنا الدليل، لاصال واش كاين شي لاصال عندكم في العربيه؟ لا ما كاينش لاصال في العربيه، هادشي راه ما كاينش، بزاف ديال الكذوب قالوا صحتي باقا ما عنديش، واخدين راحتهم وجالسين مرتاحين تيدوزوا علينا، والاخ ديالي شحال هو في السبيطار ما عنديش الصحه دابا، شحال هو في السبيطار يعني صحته نقصات ولكن عنده شهاده اللي هي فيها اعتقال، وهما راهم وباقا مفتوحه مازال زيدهم، وهما راهم مليوحين في الروشيرش، ودابا يا طالعين في 3 شهور شهرين
وطالعين 3 شهور وهما يا هاربين. كتقولي بان الاخ ديالي تعدى هي كتقول هذيك عمتي كتقول بان الاخ ديالي تعدى عليها، هذا هو الجزاء ديالنا، هذا هو خيرنا، كنتي تجي عندنا وتجلسي معانا تعامنا وما نخليو ما نديرو عليك، وجيبوا لعمتي هاك لعمتي عمتي هادي نسولك راسك، وفي الاخر ديري لنا هادشي هذا ووقفوا معاك هاك عمتي، في الاخر ديري لنا هادشي هذا وبابا يعطيها فلوس، عيب وعار عيب وعار. شحال من مره بغيتي تسلفي جيتي عند الاب ديالي سلفك، لا تشوفي هذاك اللي كيقول ولدها حنا كندويو بوجه مكشوف ماشي مخبيين ورا الكاميرا، نقول لها حنا مظلومين، انت مخبي ورا الكاميرا حيت عارف راسك شنو داير، عارف راسك اننا عندنا دلائل عليك، عارف راسك اننا عندنا فيديوهات فيهم الوجه ديالك انت والابناء ديالك والعصابه اللي كانت معاك من التسمين، عندنا دلائل عليكم وحنايا ما غنتنازلوش على حقنا. وبالنسبه لهذاك السيد اللي كيقول بان الوالد ديالها كيقول 70 مليون، هذاك هذاك اللي كيقول ان الاب ديالي باغي 70 مليون داير لولده عمليه 70 مليون، راه ما كايناش هذا الشيء، هذا راه نتوما عباد الله راه ما تدخلش لكم العقل عمليه 70 مليون. تمنى احنا فين كاينين، احنا في المغرب. الرساله الاخيره كنبغي نقول الامن يتدخل في هذا الشيء ويوقف معنا، وحنايا راه دايرين ثقتنا في الامن وفي سيدنا وفي السلطات الامنيه والقضاء، احنا تضررنا لا حنا لا ديك البنيه الصغيره اللي ما عندها حتى شي ذنب في هذا الشيء كامل، وعيب وعار هذا الشيء اللي كيوقع. هم الله هم الحموشي والبريفي ديال ستات ورجال الامن ديال بوزنيقه ياخذوا لنا حقنا، راه المجرمين باقيين تيدوروا. واحد من العصابه البارح تشد، واحد من العصابه البارح تشد تشد، وهذا رئيس العصابه، رئيس العصابه هو بيدو عنده ريشيرش، عنده بلان، جمعوا علينا الناس وقرصونا، وانا البنيه الصغيره ضربوها لي هنا بجنويه، العرق ديالها تقطع، وهزيتها بجديه وهربت بها ودخلتها للستالاسيون وسديت هذاك الستالاسيون بواحد الفيرا، دعونا تما وملي شافونا دخلنا تما سدينا على روسنا، بدات يهرستني في الطوموبيل، هربتوا في الطوموبيل وعاد طلعوا زادوا بحالهم، وحنا عيطنا 177 تاع الدرك الملكي، وسيرتونا رجال الدرك، رجال الدرك جات لابيلانس هزت انا البنيه في لابيلانس ومشيت.